العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. الحياة لا شك أنها ابتلاء كبير لنبلوكم أيكم أحسن عملا. كل الوجود وجود الإنسان كله ابتلاء واختبار، حتى ما على الأرض من زينة هو للابتلاء والاختبار، كما في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن حقيقة الحياة، حقيقة الحياة الحقيقة بسيطة، لكن غرور الناس هو اللي يجعلها تخرج عن بساطتها التي أرادها الله جل وعلا، وهي أن الإنسان ينجو من هذا الابتلاء، هذا الابتلاء العظيم ينجو منه. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.